عشان يمشي على طول ما يقعدش. وفي نوع بقى دايما بنلاقيه في العيادات والمستشفيات، والنوع ده هو النوع البجح، وده اللي منتشر قوي قوي وموجود يعني 70% من الموجودين نوعية البجح ده، اللي هو أول ما يخش العيادة أو المستشفى شايف طابور عيانين وطابور نساء بأطفال بعياط وناس قاعدة عاملة كده وناس قاعدة عاملة كده، يسيبهم عادي بدون شفقة ويعدي كده يجري على طول على المكتب بتاع الممرض يقوله لو سمحت أنا لازم أدخل دلوقتي، يقوله حضرتك مش قدامي في الكشف، يقوله لا ما أنا مامتي تبقى صاحبة مامة الدكتور والدكتور كان معايا في المدرسة، أخوه الكبير بقى كان زميل أخويا الكبير، أما أخوه اللي أكبر منه كان ماشي مع بنت الجيران اللي في الشقة اللي جنبنا وأنا كنت بوصل رسائل وأنا صغير، فالدكتور عرفني كويس، قوله بس محمود بيك الأفندي الألفي هو عارفني بس، يقوله حاضر يا فندم ارتاح، لا مش هرتاح انا هدخل دلوقتي، الدكتور عنده مريض، طيب ما انا هخش اسلم عليه ده صديق على فكره انا مش جاي اكشف بس ده صاحبي. لا وممكن يقول حاجه تانية، انا جيت حجزت ونزلت رحت مشوار. بس اسمع ده مش موجود برضه. هو ما جاش، يقول لا انا نزلت ما انا نسيت احجز بقى. ما اصل الدكتور صديقي، دكتور صاحبي جدا جدا. وممكن ما يتكلمش. يكرمش له 5 جنيه وغلس يعني، طب يا اخي اقعد شويه مدخل حالتين ثلاثة وبعدين قول انك مستعجل، لكن مش داخل راشق كده على الممرض ومن الممرض عايز ترشق على الدكتور، ده حتى كمان المرض والكشف في واسطة، ده ايه ده؟ ده ايه ده؟